يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية. في القاهرة 30 درجة وصغرى 22، الجو فيه حار. في الأسكندرية 27-21، الجو فيها معتدل. في مطروح 27-20 معتدل. في بورسعيد 27-22 معتدل. في الإسماعيلية 30-20، الجو فيها حار. في السويس 30 درجة والصغرى 21، والجو فيه حار. في العريش 29-20 مائل للحرارة. في طابة 31-24 حار. في شرم الشيخ 34-26 حار. في الغردقة 33-25 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 23، الجو فيها حار. في أسوان 35-24، في الوادي الجديد 33-20، في شلاتين 34-25، وأخيرا في حلب 32-26. الآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.